الوضع الاجتماعي يطغى على نقاشات مجلس نواب الشعب، ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد وجود اتفاق مع الطرف النقابي على الانطلاق قريبا في المفاوضات الاجتماعية. إطلاق اسم فرحات حشاد على جامعة المنار في ذكرى تأسيس اتحاد الشغل واحتجاج طلبة الهندسة ترافق مراسم الاحتفال. تقلص النشاط التجاري من تونس إلى ليبيا بمعبر راس جدير بسبب استمرار منع السلطات الليبية دخول السلع. هذه هي تفاصيل نشرتنا الإخبارية، تأتيكم من استوديوهات قناة حنا بعل. أهلا بكم. انطلق مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون نظامه الداخلي بحضور 184 نائبا، ويتضمن مشروع النظام الداخلي 163 فصلا. هذا وتحولت مداخلات النواب إلى الحديث حول الأوضاع الاجتماعية وغلاء المعيشة والإضرابات. تحولت مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس إلى الاهتمام بالوضع الاجتماعي في البلاد وغلاء الأسعار والإضرابات. هذا ودعا عدد من النواب الحكومة المقبلة إلى مزيد الاهتمام بالجانب الاجتماعي والمعيشي للتونسيين. مناقشة النظام الداخلي ستتواصل على امتداد يومين، على أن تتم المصادقة عليه قبل يوم السبت المقبل. في السياق ذاته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وجود اتفاق مبدئي بين الحكومة والطرف النقابي على الانطلاق قريبا في مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية. اتصالات جارية ما بين السيد رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد لوضع الترتيبات واللمسات الأخيرة لانطلاق المفاوضات. هذا نقدر نقوله، ما لا جزئيات أخرى ما نعرفوهاش، بالحق ما نعرفوهاش. احنا الحكومات متواصلة، حكومات متواصلة، معناها أن تنطلق مع الحكومة هذه من الحكومة الجاية. موش هذا المهم، المهم يتم الإمضاء على البلاغ المشترك، معناها اللي يعلن على انطلاق المفاوضات، والمهم تنطلق المفاوضات. قرر مجلس جامعة تونس المنار تغيير اسم المركب الجامعي المنار باسم مركب فرحات حشاد. يأتي هذا القرار تزامنا مع الذكرى 69 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل. 69 سنة مرت عن تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، ذكرى أرادها مجلس جامعة تونس المنار اليوم أن تتزامن مع تغيير اسم الجامعة لتحمل اسم الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد. وفاء وعنصر اعتراف بمقام به فرحات حشاد، اللي في الإرث الحي لفرحات حشاد هو تكوين الاتحاد العام التونسي للشغل وتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو عنوان هذا الإرث الحي. هذه اللفتة واللي جات من جامعة المنار هي معناها لفتة تقدير ولهذا المناضل الفذ الذي أراد أن يكون للعمل النقابي، لا فقط العمل النقابي المتعارف عليه بالسعد، بل يمزج منذ تأسيس هذه المنظمة العتيدة المناضلين بالفكر والسعد. تغيير اسم المركب الجامعي الجديد رافقه حضور لافت لطلبة الهندسة في وقفة احتجاجية صامتة، رفعوا خلالها لافتات كتب عليها انقذوا الهندسة، ومطلبهم الأساسي تكوين الهندسي مهمش، بخلاف انه عندنا سنوات وسنوات وسنوات لبدنا النظام المنظومه التعليميه، البرامج التعليميه، لا صلاح حتى البنيه التحتيه نتاع المدارس الهندسيه، اسناد الرخص للمدارس الخاصه اتوغي اتخافيغ، يعني نسندوا فيهم على بعض هكاك من غير كراس شروط وظيفي واضح. مش معقول هذايا، راهو عباد تتعب وعباد تقرا وعباد تمحرث وعباد باش تنجح في الكونكور وتجي عباد من بعد على خاطر عندها الفلوس تدخل ديريكت نمو ويخرج نفس التيتر كيف كان جينيور. هذايا هو نحن مطلبنا الاساسي، التنسيق وتنظيم القطاع الخاص حتى يمكن
للمتخرج من القطاع العمومي انه يلقى بلاصه في سوق الشغل. مطالب مشروعه لطلبه الهندسه يقول رئيس جامعه تونس المنار، والمفاوضات لا زالت قائمه بين وزاره التعليم العالي والطلبه لانهاء هذا الاشكال. تكونت لجنه فيها 8 طلبه بعد اجتماعات طويله في المدرسه الوطنيه للمهندسين باش يستقبلهم اليوم السيد الوزير، ومن المفروض انا متفائل جدا انه نوصلوا لاتفاق يضع حد التحرك هذا رغم شرعيته، لكن هناك مواعيد متاع امتحانات، هناك التزامات كبيرة تنتظر أبناءنا الطلبة. ولا زال طلبة الهندسة مصرين على مقاطعة الدروس في انتظار ما ستفضي عنه المفاوضات بين سلطة الإشرافية والطرف النقابي. قضت المحكمة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بسجن المدون ياسين العياري سنة مع النفاذ من أجل ارتكابه لجرائم طبقا للفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. هذا وانتظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة العسكرية بتونس، طالب خلالها المحتجون بعرض المدون ياسين العياري على المحاكم المدنية. ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي شرف الدين القليل عن هيئة الدفاع عن المدون ياسين العياري. أستاذ شرف الدين مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين حنا بعد، مرحبا. أهلا بك. إذا أستاذ، صدر الحكم اليوم سنة سجن مع النفاذ، رافقت هذا الحكم وقفة احتجاجية، وأعلنت هيئة الدفاع أنكم ستقومون باستئناف هذا الحكم، هل من تفاصيل أخرى؟ أكيد جدا، نحن كلسان دفاع على الأقل مستاءون، خيبة أمل كبيرة يعني سكنتنا بعد صدور هذا الحكم القاضي بسجن ياسين العياري لمدة سنة على معنى أحكام الفصل 91 طبعا الجريمة المنسوبة إليه من طرف النيابة العمومية العسكرية. وأكيد جدا نحن نحترم هذا الحكم كقرار قضائي، ونحترم حقنا كذلك وحق مناوبنا في الطعن في هذا الحكم اللي نعتبروه لا فقط مجحفا بحقوق ياسين العياري، ولكن هاضما لكافة الدفعات اللي كنا تقدمنا بها اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية. وعلى رأس هذه الدفعات اعتقدنا جازمين بأنه هذه محاكمة رأي، اعتقدنا جازمين بأنه القضاء العسكري هو قضاء استثنائي، مش نحن اللي قلناه، قالوا الفصل 110 من الدستور، واعتقدنا جازمين بأنه ما هو منسوب إلى ياسين العياري كتابات وتدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي لا يمكن أن ينظمها إلا المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الرأي، بحرية الصحافة عفوا والنشر والطباعة. إذا هذا يجعل من اختصاص النظر في هذه القضية هو الاختصاص المحاكم العادية. أضف إلى كل ذلك بطبيعة الحال اعتقدنا بأن هذا الفصل 91 اللي على ضوء يقع تتبع ياسين العياري هو فصل مخالف للدستور، يعني مخالف للدستور بمعنى أنه يدحض كليا حرية الرأي والتعبير، مخالف للمرسوم المتعلق بحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية، ومخالف كذلك لكافة المعاهدات الدولية المنظمة والحامية لحق أو لحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. نضيف إلى كل ذلك طبعا، وهذا ربما اللي عزز حرقتنا، هو أنه الفصل هذا قانونيا هو ينظم جريمة قصدية، ولا نعتقد بل وقدمنا لهيئة المحكمة عديد الدلائل والوثائق كذلك اللي تبين وأنه إرادة ياسين العياري وقصد ياسين العياري لم يذهب أبدا إلى الإساءة للمؤسسة العسكرية اللي يعتبر سليلها مثل ما كان سليلها والده الشهيد العقيد طاهر العياري. ما حز في أنفسنا ربما كهيئة دفاع، وما حز في أنفسنا، وأسمح لنفسي لكي أتحدث حتى باسم عائلة الشهيد هذا العقيد طاهر العياري، اليوم القتلة متاع العقيد طاهر العياري ينعمون بالحرية في حين وأنه ابن الشهيد طاهر العياري وراء القضبان يواجه حكما نعتقد بأنه قاسيا، ونعتقد بأنه هضم حق ياسين العياري، ونعتقد بأنه مجحف، خاصة وأنه مثل ما أسلفت الذكر المسألة ربما لا تتعلق بحرص ياسين العياري على هضم جانب المؤسسة العسكرية أو على التقليل من الاحترام الواجب للمؤسسة العسكرية وللجندي التونسي بشكل خاص وخاص جدا، ولكن حرص ياسين العياري كان على إنارة الرأي العام وعلى إطلاعه بعديد المعطيات والخفايا التي للأسف الشديد لا يوجد في ملف القضية ما يدحضها وما يجعل منها مغلوطة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ شرف الدين قليل المحامي عن هيئة الدفاع عن المدون ياسين العياري. تواصلت الحركة التجارية بالمعبر الحدودي راس جدير بصفة استثنائية بعد قرار السلطات الليبية منذ الخميس الفارط منع التجار التونسيين من استئناف نشاطهم في اتجاه ليبيا بسبب إجراء تنظيمي اتخذته الأطراف الليبية منذ الخميس الفارط. تقلص نشاط التجار التونسيين الذين دأبوا على التزود بالسلع من المدن الليبية، وفي المقابل حافظ المعبر الحدودي براس جدير على نشاطه في تأمين عبور المسافرين في الاتجاهين بصفة عادية. الإجراءات والله أنا يعني كنت معناها في البحث فهمتني، والحمد لله ما ثم حتى شيء. الأمور حسنة وتتحسن من أحسن إلى أحسن، وهي أفضل كل يوم. وقد عبر عدد من التجار الليبيين على ارتياحهم للظروف التي وجدوها من الأطراف الأمنية والديوانية العاملة بهذا المنفذ الحدودي. الإجراءات كلها تمام إن شاء الله، ما فيش أي عرقلة. المواطن الليبي يجي في بضاعة من عاصمة تونس، الأمور 100% الحق والأمن كويس. حركية عادية للمسافرين ومثلها للتجار الليبيين، ويبقى السؤال متى يستأنف التجار التونسيون نشاطهم من ليبيا في اتجاه المدن التونسية؟ دائما على الحدود التونسية الليبية، حيث تمكن أعوان الديوان بالمكتب الحدودي للديوان براس جدير من حجز 143 قطعة مخدر من مادة الزطلة القنب الهندية، كانت مخفية على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي يقودها مواطن من بلد مجاور. في إطار مجهوداتهم المتواصلة وعلى مدار ساعات النهار والليل للحد من عمليات التهريب القادمة من ليبيا نحو المدن التونسية أو المتجهة نحو التراب الليبي، نجح أعوان الديوان والراجعين بالنظر لمكتب الديوان براس جدير من معتمدية بن قردان من ولاية مدنين خلال ساعات الفارطة من إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من القنب الهندي ما يعرف بمادة الزطلة، وبلغت الكمية 35 كيلوغرام كانت مخفية بإحكاما في الجوانب الخلفية لسيارة ذات ترقيم منجمي أجنبي. الكمية هذه كانت مخفية بإحكام في جوانب الخلفية لسيارة ذات ترقيم منجمي أجنبي قودها مواطن مغاربي، بالتنسيق مع اليابة العمومية تم الاحتفاظ بالمشتبه به بيسير المتهم هذا ومواطن أجنبي آخر يشتبه في تورطه في العملية هذه، وتمت إحالتهم على المصالح المركزية المختصة لمواصلة البحث والتحري. هذا وأضاف العقيد نيسلابي أن هذه العملية النوعية والناجحة ليست الأولى، لأن أعوان الديوان براس جدير من معتمدية من قردان نجحوا خلال الثلاثة الأشهر الفارطة من إحباط عمليات تهريب مماثلة لهذه المادة، وبالتالي لابد من تثمين هذه الجهود. عمل دؤوب لأعوان الديوان براس جدير يؤكد انخراطهم الكلي في الدفاع على الاقتصاد الوطني وسلامة أمن تونسنا الغالية. دائما في الشأن الأمني، فقد حجزت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني كمية هامة من المخدرات دخلت إلى تونس عن طريق عصابة خطيرة تنشط بأوروبا. تمكنت فرقة الأعوان المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني من حجز كمية مخدرات دخلت الإقليم التونسي عن طريق شبكة دولية تنشط بين البلاد التونسية والقارة الأوروبية. تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني من إماطة اللثام على شبكة دولية تنشط بين البلاد التونسية وبلد أوروبي فيما يتعلق بتوريد المخدرات نوع كوكايين وإكستازي، خاصة لهنا بالنسبة للكوكايين هو من معناتها مصنف من المخدرات الثقيلة. حجزنا قرابة 1600 حبة إكستازي مخدر مدرج ضمن الجدول ب،
وكمية كما تشوفوا من الكوكايين. دور هام للمواطن التونسي في الإعلام عن أي خطر يهدد أمن البلاد من خلال مساعدة أعوان الأمن والحرس الوطني للكشف عن خفايا وأسرار العصابات الخطيرة. أعوان مختصين في مقاومة ومكافحة المخدرات رأس مال خدمتنا هو معلومة المواطن. ما تنفك فرقة الأعوان المركزية لمكافحة المخدرات عن إحباط عمليات عديدة تشكل خطرا واضحا على أمن وسلامة البلاد. تحية لأبناء المؤسسة الأمنية الذين يقفون سدا أمام هذه التجاوزات. ننتقل معا إلى الملفات السياسية، فمع انطلاق الجولة الثالثة من المشاورات المتعلقة بالحكومة القادمة، خيرت الجبهة الشعبية البقاء خارج هذه الحكومة دون الكشف عن إمكانية دعمها من عدمه. دخلت المشاورات المتعلقة بعمل الحكومة القادمة وتركيبتها دورها الثالث مع بداية هذا الأسبوع، لتمر من مرحلة المشاورات العامة إلى مرحلة المشاورات بشأن التركيبة وتمثيلية الأحزاب وحجم المستقلين صلب هذه الحكومة. الجبهة الشعبية وبقطع النظر عن دعمها أو معارضتها للحكومة حسمت أمرها وخيرت البقاء خارج تركيبتها. الجبهة واضح أن اليوم لم تقدم أسماء، لم تقترح أسماء لحقائب وزارية بعينها، وهذا يعني أن الجبهة سوف تكون خارج الائتلاف الحكومي. حركة النهضة التي جددت استعدادها للمشاركة في الحكومة القادمة بشرط توفر أرضية عمل مشتركة بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي خيرت عدم الكشف عن الأسماء التي تقترحها لتقلد مناصب وزارية حتى آخر مراحل المشاورات. عبرنا عن استعدادنا في اتجاه أنه إذا كان توفرت بطبيعة الحال الأرضية المشتركة والبرنامج ونقاط الالتقاء مع الأحزاب الأخرى، وفيما يتعلق بالأسماء والحقائب تجي في مرحلة أخيرة. هذا وتبقى مشاركة حركة النهضة في الحكومة القادمة محل خلاف داخل العائلة الموسعة لنداء تونس، وصفه القيادي بالحزب خالد شوكات بالخلاف الموضوعي. هذا الموضوع من الطبيعي أن يكون محل خلاف، لكن سيحسم داخل مؤسسات الحزب، والاتجاه العام هو إشراك حركة النهضة وليس العكس يعني. حزب وفاق تونس أكد أنه سيكون صلب حكومة السيد ممثلا في وزارات الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والتربية على الأرجح. لا منحبش نقولوا على أسماء زايدة، قدمنا عدد أسماء وما عطاناش شنو الوزارات اللي لازم نقدموا فيها. لذا قدمنا في عدد ميادين، جميع الميادين، الميادين الاقتصادية، الميادين الاجتماعية، الميادين التربوية زادة. من جهته أشار القيادي بالتحالف الديمقراطي مهدي بن غربية أن حزبه سيدعم حكومة السيد دون أن يكون طرفا فيها، ملاحظا أن المرحلة القادمة ستتجه نحو إعادة وهيكلة بناء العائلة الديمقراطية الاجتماعية. لن تكون هناك معنا مشاركة من وجوه سياسية للحزب نظرا من أنه أولويتنا وإعادة بناء الحزب اليوم. نقول سأساند الحكومة هذه. شوط آخر من المشاورات بخصوص تشكيل حكومة السيد وما ينتظرها من تحديات، ولئن اتضحت الرؤية نسبيا بخصوص الأحزاب المشاركة والأحزاب الغائبة عن هذه الحكومة، فإن حجم المستقلين صلبها وتوزيع الحقائب الوزارية تبقى من أبرز محاور المشاورات فيما تبقى لها من وقت. التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم بقصر كارتاج بوفد برلماني إيطالي من لجنة الشؤون الخارجية ممثل لأحزاب الأغلبية والمعارضة لدفع التعاون الثنائي. لمزيد دفع التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والأمني، التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم بقصر قرطاج بوفد برلماني إيطالي من لجنة الشؤون الخارجية ممثلا لأحزاب الأغلبية والمعارضة. أكد النائب فيتشانزو أماندولا عن الحزب الديمقراطي الإيطالي في تصريح له عقب اللقاء باسم الوفد دعم بلاده لتونس والتزامها بتطوير علاقات الصداقة والتعاون والارتقاء بها. يتعلق الأمر بلجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الإيطالي وغرفة النواب الإيطاليين التي تمثل غالبية الأحزاب والمعارضة بالبرلمان الإيطالي، وقد عبرنا عن دعمنا وصداقتنا، خاصة التزام إيطاليا بمواصلة شراكتها مع تونس على المستويين الاقتصادي والأمني
ولتقريب الحوضين الشمالي والجنوبي للبحر الأبيض المتوسط. لنا ثقة كبيرة في الرئيس الباجي قائد السبسي، ولقد تحاورنا مع كل القوى السياسية الممثلة بمجلس الشعب التونسي. هذا اللقاء هو رمز لدعم الجهود الإيطالية لتعزيز العلاقات بين البلدين. لتعزيز العلاقات التونسية الإيطالية ولمزيد من التعاون الاقتصادي والأمني، التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بوفد برلماني من لجنة شؤون الخارجية بالمجلس النواب الإيطالي بقصر قرطاج. ربيب مبروكي من أمام قصر قرطاج لقناة حنا بعل. انتقد عدد من النواب مشروع قانون النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وبرزت نقاط خلافية من بينها ما يتعلق بتمثيلية النائب داخل اللجان. رغم الطابع التوافقي الذي كان ظاهرا أثناء إعداد مشروع قانون النظام الداخلي الذي سينظم عمل مجلس نواب الشعب، إلا أنه مع انطلاق أشغال الجلسة العامة اليوم لمناقشة هذا المشروع والمصادقة عليه، برزت نقاط خلافية ومؤاخذات من قبل عدد من الكتل والنواب تعكس أساسا مخاوف النائب من الحد من مشاركته في صنع القرار والحد من تمثيليته داخل اللجان. من الصلاحيات الممنوحة لمكتب المجلس اللي حسينا فيها نوع من ما نقولش مسادرة وإنما تعويض للجلسة العامة، احنا التوجه اللي نعتمدوه هو التوجه أن يكون هذا المجلس في تسييره الداخلي ديمقراطيا قدر الإمكان، بأن يكون للنائب دور مهم حتى ولو كان وحده. دورية جلسات الحوار مع الحكومة كانت في مشروع في نظام داخل المجلس الوطني التأسيسي مرة كل شهر، وفي مشروع جديد وهي مرة كل 3 أشهر. نعتبر أنه هذه الدورية هي دورية ضعيفة تضعف من الدور الرقابي للمجلس. يمكن أن يقع حرما النائب من أنه يحضر اللجان اللي هم مش عضو قرار فيها، وذلك كيف راهو يمس من جوهر عمل النائب. وفيما يتعلق بالجديد أيضا بمشروع قانون النظام الداخلي، تم كذلك الترفيع في عدد مساعدي رئيس المجلس من 7 إلى 9 أفراد، وضبط أنه كل تغيب لثلاثة حصص متتالية يتم الاقتطاع من منحة النائب. أيضا التأكيد على أنه فما أسبوع للجهات من كل شهر يتنقل فيه النائب، ويقع نقاش، ومن النقاش هذا يخرج شيء ليكون محل وفاق أوسع ما يمكن. هذا ويتوقع أن يقع الانتهاء من أشغال المناقشة والمصادقة على مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس مساء يوم الجمعة أو صباح يوم الأحد القادم. انتظم اليوم بدار المصدر منتدى الإعلان عن مشروع شراكة بتمويل سويسري في إطار تدعيم القدرة التنافسية لقطاع النسيج والملابس، ومن أجل إيجاد أسواق جديدة لهذا القطاع. تدعيم القدرة التنافسية لقطاع النسيج والملابس في تونس هو هدف مشروع كومتكسا، مشروع شراكة جديدة بتمويل سويسري وتنفيذ مركز التجارة العالمية بجنيف، وبتأطير من وزارة التجارة والصناعات التقليدية. هذا ما تم إعلانه خلال المنتدى الذي نظمه دار المصدر. الهدف من هذه التظاهرة اليوم هو دعوة المؤسسات للانخراط في هذا المشروع للاستفادة من الأنشطة اللي إن شاء الله تكون مبرمجة في المشروع هذا، واللي باش تتمحور خاصة حول مساندة المؤسسات في مزيد التعريف منتوجاتها في الأسواق الخارجية. سنعمل على النهوض بالقطاع من خلال استعمال تقنيات متطورة في مجال النسيج والملابس من أجل فتح أسواق جديدة من خلال تحسين القدرة التنافسية للقطاع، ونرجو أن يكون له انعكاس إيجابي في توفير مواطن الشغل بالمناطق الداخلية. حوالي 2000 مؤسسة صناعية ناشطة في قطاع النسيج وتوفر 200,000 موطن شغل تعاني عديد الصعوبات خاصة على مستوى إيجاد أسواق جديدة. البرودوي التونسي خاضع للضريبة كيف يمشي لأمريكا، تقارنوا بالسوق الأوروبية اللي هي هز بركة، أما بركة ما فماش المارشي ميت في أوروبا، يلزمنا نمشيو لأمريكا. منذ 30 سنة وحنا نخدموا عندنا فرنسا وإيطاليا، وفرنسا وإيطاليا هما في كريز، دونك نقصوا
ينقصوا من الاستهلاك نتاعهم، اذا نقصوا الاستهلاك احنا نقصوا من انتاجنا. 85% من الانتاج التونسي في قطاع النسيج يصدر الى دول اوروبيه تعاني بدورها عديد الاشكاليات، مما يدفع بالصناعيين التونسيين الناشطين في هذا القطاع الى ضروره فتح اسواق جديده والعمل على التعريف بالانتاج التونسي في النسيج والملابس. إلى أخبار الجهات ونبدأها من الكاف، فاحتجاجا على تردي الأوضاع التنموية وتآكل البنية التحتية بالجهة، خرج صباح اليوم أهالي معتمدية مكثر في مسيرة سلمية طالبت بحق الجهة في التنمية العادلة، ورفعت شعارات تنادي بتركيز مستشفى جهوي بهذه المعتمدية. الدعوة إلى إقرار حق الجهة في التنمية العادلة والمطالبة بتركيز مستشفى جهوي قادر على توفير الخدمات الصحية الضرورية لفائدة المرضى هي المطالب التي دعت إليها مجموعة من الأهالي والمنظمات المدنية خلال مسيرة سلمية بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة. البطالة موجودة في مكثر، المرض موجود، واللي هي بلاد قاسية من البرد. تقتلنا الفقر، راكم تشوفوا في الدنيا، فهمني؟ وتنمية ما عندناش حتى شيء، حتى سبيطار، راكم تشوفوا كيفاش نجروا عليه. ما عندناش حتى شيء في التنمية، جملة ما عندناش، والشر كنان، أربع أيام زعما قتلنا ثلج، ولا طلع علينا حتى واحد، نحن رانا متنا. نحن نحبوا سبيطارنا، محسوب علينا نحبوه يجينا. من جهتهم ساند أعوان وإطارات المستشفى المحلي بمكثر مطلب الأهالي، وذلك للاستجابة إلى الطلبات الطبية المتزايدة لحوالي 40,000 ساكن. جهة كبيرة تستحق مزيد من العناية في الجانب الصحي، تستحق الإسراع في إنجاز المستشفى الجهوي السنبي اللي هو مش ينقص الضغط على ولاية سليانة. طاقة السبيطار ضعيفة برشا. حاجة أخرى، مكثر تعدى 40,000 ساكن راهي، ومش معقول معناها 40,000 ساكن معناها في معناها المستشفى تاعنا يبقى على مستوصف راهو، خصوص معناها السبيطار الجهوي معناها نطلبوا انه باش يعجلوا فيه. وتبقى هذه المطالب معلقة إلى حين أن تنظر الحكومة القادمة بجدية في مطالب أبناء هذه الجهة التي عانت طويلا من الإقصاء والتهميش. المراسلة من سليانة وليست من الكاف، ومن سليانة نتجه مباشرة إلى جندوبة، أين فتحت اليوم أول عيادة متخصصة في مداواة الألم الناتج عن الأمراض المزمنة أبوابها للمرضى بولاية جندوبة، عيادة قد تساهم في التقليل من معاناة المرضى بالولاية. انطلقت اليوم بجندوبة أول عيادة لمداواة الألم الناتج عن الأمراض المزمنة، وتعتبر هذه العيادة الأولى على مستوى الجمهورية بعد مستشفى الرابطة، وتأتي هذه الخطوة لتدعيم المستوى الطبي بالجهات وتقليل عناء التنقل لدى المرضى. العيادة تخص خاصة الألم المزمنة، ألام الأورام، ألام المفاصل، وألام الأعصاب، وإن شاء الله يدعم معناها الرصيد البشري إن شاء الله موجود. التركيز على الجهات هو سياسة معناها يلزمنا نتوخاوها، يلزمنا ندعموها، ويلزمنا ننهضوا بها لكي يكون أولا نخفوا على المريض، وثانيا أيضا نقلوا من المشاكل اللي عندنا فيما يخص التنقل. من مناطق الظل نحبوا نرجعوا مناطق الشمس والنور. محمد الصغير عمارة متساكن من جهة سوق السبت قصد هذه العيادة نظرا للآلام الحادة التي ألمت به ولإيجاد مسكنات لهذه الآلام. عندي جهة كبيرة لهنا، سمعت بالعيادة هذه يجي. عدد من المرضى عبروا عن رضائهم من إقامة هذه العيادة والتي تمكنهم من تجنب مشقة التنقل إلى تونس العاصمة. كنت نعدي في تونس وجيت بعيد عليا، خذيت راندي فولين ديما تيعب ديما مريض، توا اول ما ديما بالدواء ديما ما الدواء عندي. بادر ان شاء الله باهي، ان شاء الله بقدرة الله تبدا حاجه باهي في جنب. لا باهي، طبيب باهي. عامين ولا ثلاثه نمشي لشهر نيكولو، وبقي ديما يوخروا لي خير من اللي يقعد يمشي ويجي. تركيز عيادة لمداواة الألم الأولى بالمناطق الداخلية من شأنها تجنيب المواطن مشقة التعب، خاصة أن أغلبية المرضى يعانون من أمراض مزمنة، لكن يجب توفير المعدات الإطار المتكامل لكي لا تفشل هذه التجربة المتميزة.
في مدنين كرم سفير ألمانيا بتونس القنصل الشرفي لألمانيا بولايات الجنوب بوسام الاستحقاق الفيدرالي خلال حفل بإحدى الوحدات السياحية بجربة، وذلك بقرار من الرئيس الألماني. خلال حفل انتظم بأحد الوحدات السياحية بجربة من ولاية مدنين وبحضور السلة الجهوية بولايتي مدنين وجابس، تولى سفير ألمانيا بتونس توسيم الدكتور صلاح الدين عنان القنصل الشرفي لألمانيا بقرار من رئيس ألمانيا. وسام نتاع الكفاءة اللي هداه لي رئيس الجمهورية نتاع ألمانيا على طريق سفير ألمانيا بتونس هو من أحسن الأشياء اللي تحصل عليهم الإنسان، وفرحة كبيرة للمجهود اللي قمنا به. وسام الاستحقاق الفيدرالي يعتبر من العمليات الترويجية المهمة، وهذا تدليل على ثقة الدولة الألمانية في الكفاءات التونسية. أكد السفير الألماني أن جربة تبقى من المناطق المفضلة لدى الألمان، فبعد الانتخابات التي دارت في ظروف تدعو إلى الإعجاب ينتظر حلول الألمان نحو تونس للتعرف عليها في مرحلتها الجديدة. جزيرة جربة تبقى من المناطق المفضلة لدى الألمانيين بالرغم من المنافسة الدولية، فبعد الانتخابات التونسية التي دارت في ظروف تدعو إلى الإعجاب وبعد الاستقرار السياسي الذي تنعم به ينتظر حلول الألمانيين للتعرف على تونس في مرحلتها الجديدة. يذكر أن السفير الألماني أكد مواصلة دعم بلاده لتونس، إضافة إلى إمضاء اتفاقية تعاون جديدة مع وزير الشؤون الخارجية. عاد الهدوء إلى مدينة المطوية من ولاية جابس إثر المناوشات بين عدد من الشبان وأعوان الحرس الوطنية التي جدت بعد مباراة كرة قدم وصلت إلى حد استعمال الغاز المسيل للدموع للتفريق بين المحتجين. عجلة مطاطية تتطير منها ألسنة اللهب وطريق مقطوعة بالحطب وجماهير غاضبة، هكذا ارتسم المشهد القاتم إثر نهاية مباراة كرة القدم بين وذرف والمطوية. جماهير المطوية الغاضبة اتهمت وحدات الأمن باستعمال المفرط للقوة ضدها وضد أعضاء الهيئة وتطالب بعزل رئيس مركز الحرس الوطني محملين إياه مسؤولية تعكير الأجواء. هذه مؤامرة قاعدة تتحرك في المطوية معنا من أجل تسكير الملعب ومتواطئ فيه السيد رئيس مركز الحرس، وإحنا من جهتنا جماهيرنا طالبت بإخراج رئيس المركز هذا. عنده 3 سنين مكرهنا في الواحد هاي، حتى يبدأ يمشي بالكياس، يبدأ يخزن لك في خزنة مش عادية تقول هو ملك هالبيت. هيئة اتحاد المطوية استنكرت كذلك اعتداء أعوان الأمن على رئيسها وكاتبها العام رغم حرصهما على تهدئة الأجواء حسب الهيئة. عائلات وجدت نفسها بالصدفة في قلب المواجهة، فنالت هي الأخرى نصيبها من الغاز المسيل للدموع الذي تسلل إلى المنازل وأحدث داخل الأسر الأمينة حالة من الهلع والخوف. أنا وصغاري والدار ومعي عمتي مرأة كبيرة باش يخنقونا ويقتلونا، مش معقول هذايا. الأمنيون من جهتهم أعلنوا أنهم ليسوا طرفا في المواجهة وأنهم لم يقوموا إلا بأداء مهمتهم في المحافظة على سلامة المواطنين. بدت مواجهات معناها بالحجارة، واحد معناها ضرت برشا زملاء في العملية، فما شكون أصيب بإصابة بليغة جدا معناها تم نقله للمستشفى أثر المناوشات هذه، فهمتي دخلت بعض عقلاء الجهة المشكورة في الواحد والأمور ماشية تهدى ونطلبوا تهدى بالنسبة لنا. كرة القدم تتحول مرة أخرى إلى مشاهد من الألم، فرحة منتظرة تتحول إلى صرخة منفجرة. في اليمن تتواصل الاشتباكات بين المقاتلين الحوثيين والحرس الرئاسي، فيما أعلنت مصادر أمنية أن الحوثيين تمكنوا من دخول القصر الرئاسي. تفاصيل أكثر عن هذا الخبر وعن كل الأخبار العالمية من خلال هذا التقرير. قال شهود عين ومصادر أمنية لرويترز إن مقاتلين حوثيين دخلوا قصر الرئاسة اليمني اليوم بعد اشتباك قصير مع حرس القصر. وقال حراس في القصر الرئاسي الذي يضم المكتب الرئيسي للرئيس عبد ربه منصور هادي أنهم سلموا المجمع للمقاتلين الحوثيين بعد الاشتباكات،
في حين تستمر التحركات السياسية المكثفة بعد اجتماع دعا إليه الرئيس اليمني لتهدئة الأوضاع. هدد تنظيم الدولة الإسلامية بقتل رهينتين يابانيين ما لم تدفع طوكيو فدية تبلغ قيمتها 200 مليون دولار خلال 72 ساعة. وقالت الحكومة اليابانية ردا على هذا التهديد إنها ستبذل قصارى جهدها مع دول أخرى لمحاولة الإفراج عن الرهينتين، مؤكدة أنها لن ترضخ للإرهاب. ذكر مصدر أمني أن 27 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية لقوا مصرعهم في قصف جوي لطائرات التحالف الدولي على مناطق متفرقة من محافظة نينوى شمال العراق. كما أعلنت هيئة الأركان الكندية أن القوات الخاصة التابعة لها تبادلت إطلاق النار مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في أول اشتباك بري يعلن عنه بين جنود التحالف الدولي ومسلحي التنظيم. شنت الشرطة الألمانية في برلين اليوم حملة مداهمات وتفتيش جديدة ضد من وصفتهم بخالية دعم لوجستي للإسلاميين المتشددين. وأعلنت الشرطة أن الحملة تهدف إلى العثور على مزيد من الأدلة على تورط المشتبه بهم في أنشطة إرهابية في سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الشرطة أنه لا يوجد حتى الآن أدلة على تخطيط الخالية لشن هجمات إرهابية في ألمانيا. تشهد بلدات ومدن عربية في إسرائيل اليوم إضرابا عاما وشاملا احتجاجا على قتل الشرطة الإسرائيلية مؤخرا شابين فلسطينيين من بلدة رهط في النقب. وجاء الإعلان عن الإضراب بقرار من لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب عقب اجتماع طارئ عقدته في رهط أمس. هذا تذكير بأبرز ما جاء خلال النشرة. الوضع الاجتماعي يطغى على نقاشات مجلس نواب الشعب، ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد وجود اتفاق مع الطرف النقابي على انطلاق قريبا في مفاوضات اجتماعية. إطلاق اسم فرحات حشاد على جامعة المنار في ذكرى تأسيس اتحاد الشغل، واحتجاج طلبة الهندسة يرافق مراسم الاحتفال. تقلص النشاط التجاري من تونس إلى ليبيا بمعبر راس جدير بسبب استمرار منع السلطات الليبية دخول السلع. شكرا للاهتمام، تحياتي، في أمان الله.